الزواج، وكنت أود. أما بعد، هذه الدورة التقييمية للمقبلين والمقبلات على الزواج سار المجلس العلمي المحلي لأكادير على تنظيمها، وقد كانت الدورة الأولى في العام الماضي وكانت ناجحة بحمد الله، واليوم نعقد الدورة الثانية التدريبية نظرا لأن هناك دوافع لعقد مثل هذه الدورات، وهناك أهداف ونتائج نريد أن نتوصل إليها من خلال عقد هذه الدورات. أسرتنا في أمس الحاجة إلى الرعاية الدائمة، وشبابنا يحتاجون إلى من يمد إليهم يد العون والمساعدة في جميع النواحي، لا من الناحية المادية ولا من الناحية المعنوية ولا من الناحية الدينية ولا من الناحية الأخلاقية. ولذلك المجلس العلمي يعيش في محيطه وتصل إليه أمور كثيرة تتعلق بالحياة الزوجية، لا سيما بالنسبة للذين هم على قرب العهد بالحياة الزوجية، دخلوا هذه المعمعة دون أن تكون لهم أدوات كافية لخوض غمار هذه التجربة بنجاح، فيقتضى الأمر أن نوصل إليهم رسائل عديدة على مستوى القيم، على مستوى الأخلاق، على مستوى الأحكام، على مستوى الآداب. ولذلك نجد في هذه الدورة، في فقرات هذه الدورة، كل ما يتعلق بالتدريب أو التمرن على الحياة الزوجية الآمنة والمستقرة، انطلاقا من الشعار الذي رفعته الخلية المكلفة بالأسرة بالطفل وقضايا الأسرة، وهي من أجل أسرة مستقرة آمنة. ونحن نعلم أن استقرار الأسرة استقرار المجتمع، وأمن الأسرة أمن المجتمع. ومن وراء ذلك بعض العروض التي تلقى في هذه الدورة مما يتعلق بأحكام الزواج، مقاصد الزواج. لا شك أن في الشريعة الإسلامية، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، أحكاما ومقاصدا للحياة الزوجية، فلا بد للشاب ولا بد للشابة أن يكون على علم بهذه الأحكام وهذه المقاصد. أيضا هناك قانون يؤطر هذا الموضوع للأسرة، من الخطبة إلى عقد النكاح إلى كل ما يتعلق بجوانب الأسرة، وهو مدونة الأسرة. ولذلك لا بد للشاب وللشابة أن يطلع على مواد هذه المدونة حتى يكون على علم بكل ما له من حقوق وبكل ما عليه من واجبات. والدورة أيضا تهتم بورشات، تنظيم ورشات في اكتساب بعض المهارات، لأن أيضا الحياة الزوجية يمكن أن تتخللها بعض الإشكالات وبعض الصعوبات، ولذلك تعقد هذه الورشات من أجل تدبير مهارات تدبير الخلاف ومهارات تدبير الخلاف في حالة ما إذا طرأت طوارئ، كيف السبيل للتغلب على هذه الطوارئ. وهناك أيضا جانب آخر في غاية الأهمية، وهو أنه دائما على هامش الدورة نعقد جلسات استماع. ربما بعض الأزواج كانت لهم بعض الإشكالات، فتعقد هذه الجلسات الاستماع من أجل الاستماع، كاسمها من أجل الاستماع إلى كل من الطرفين، على أن تكون جلسة خاصة حفاظا على الخصوصية القائمة بين الزوجين. نستمع إلى الطرفين وندلي ببعض ما من الله به علينا من إرشادات ومن نصائح ومن أحكام أيضا، إن أحيانا بعض الزوجين يخطئون في فهم بعض أحكام المتعلقة بالحياة الزوجية، لا بالنسبة للواجبات ولا بالنسبة للحقوق. وفي الحقيقة من خلال تجربتنا في الصلح عبر المجلس العلمي المتنسق مع المحكمة، كتكون أغلب الأحوال مشاكل تافهة ومشاكل بسيطة، يعني ممكن الإنسان يتجاوزها. إذا فالحياة الزوجية لا بد فيها من صبر، لا بد فيها من صدق، لا بد فيها من تعاون، لا بد فيها من تقدير.
لأن كل واحد منا كيحتاج لتقدير واحترام ومحبة ومودة. الله عز وجل شنو المقصد الأساس من خلق الزوجين؟ لما قال الله عز وجل في الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الهدف من إنشاء الأسرة هو السكن، هو المودة، هو الرحمة. فإذا ما كانش تعاون، ما كانش تنازل، ما كانش اعتراف بالنعمة واعتراف بالخير، فبالتالي هذه الأمور كتبدد اللي حتى كتبقى العلاقة كلها مهزوزة. إذا فالخلاف ملي كيتعالج في بدايته ويكون حوار، حتى الحوار داخل الأسرة ملي كيتغيب كيكون سبب في تراكم هذه المشاكل كلها، فكتوقف الأسرة، كتوصل واحد الباب مسدود اللي ما كتلقاش حل المشاكل ديالها. لابد أنها تستعن بالأهل، وللأسف أن تدخل ديال الأهل الآن كيزيد كيضعف المشكل. فبالتالي كنصحوا دابا حاليا أنهم يلتجؤوا المجالس العلمية اللي كتقوم بهذا الدور ديال التوجيه والإرشاد والاستشارة. بالسلامة الأساتذة المؤثرين لأعمال هذه المحاضرة التسويق المباركة.